مساء الخير، النهارده هنعمل مع بعض عيش الكايزر بالبطاطس. المقادير 400 جرام من البطاطس. البطاطس هغسلها كويس جدا واسلقها بالقشره بتاعتها عشان ما تشربش ميه. كوبايتين ونص دي منخول، معلقتين ونص سكر، 3 معالق زبده بحراره الغرفه، معلقه ونص خميره فوريه، نص معلقه ملح، بيضه ونص كوبايه لبن دافي، وبيضه تاني علشان ندهن الوش مع معلقتين من اللبن. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. في كوبايه اللبن الدافي هضيف السكر والخميره فوريه واقلبهم كويس. حط الخميره مع اللبن مع السكر في حته دافيه لغايه لما يخمر. في العجان هضيف الدقيق والبطاطس بعد ما قشرتها فتختها والزبده والملح وعجينها شويه. دلوقتي هحط عليهم البيضه وعجينها. الخميرة مع اللبن والسكر خمرت، هضيفها بالتدريج على العجين. وانا بعجن العجينة لقيتها طرية شوية، فضفت تقريبا ربع كوباية من الدقيق زيادة، فبقى التوتال بتاع الدقيق 3 كوبايات الا ربع. قعدت تقريبا حوالي 7 او 8 دقايق اعجنها. بعد ما عجنتها حطيتها في بولة وحطيت حواليها زيت. هغطيها دلوقتي بالبلاستيك راب وهحطها في فرن البوتاجاز من 45 دقيقة لساعة لغاية لما تخمر، ونرجع لما تخمر نشوف هنعمل ايه. خمرة العجينة زي ما احنا شايفين، هنبتدي دلوقتي نشكلها مع بعض. نبتدي نقطعها، ناخد واحدة واحدة ونعملها زي كورة كده، وده يبقى شكل الكايزر. بعد ما شكلت العيش حطيته في صينية عليها ورق زبدة. هغطيها دلوقتي بفوطة واسيب العيش يخمر لمرة تانية تقريبا نص ساعة، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه. بعد نص ساعة العيش خمر مرة تانية. دلوقتي ضربت بيضة وحطيت عليها معلقتين من اللبن وهدهن وشه. هحط دلوقتي العيش في الفرن على درجة حرارة 350، وهيقعد ما بين 20 لـ25 دقيقة، ونرجع نشوف هيبقى شكله ازاي. خلص العيش قعد تقريبا 25 دقيقة على درجة حرارة 350، ولما يبرد هنفتح واحدة ونشوف قد ايه هو طري وجميل جدا من جوه. ده شكل عيش الكايزر بالبطاطس، زي ما احنا شايفين طري جدا جدا وبيقطعهم جميل جدا جدا من جوه. ان شاء الله الطريقة تعجبكم وجربوها. الى اللقاء.